معك حمد سلمان الهيد اوف اكاونتنج ديبارتمنت. دراستنا كانت بكالوريوس محاسبه، عملنا بشكل اساسي على مراقبه الحسابات، كذلك احنا نعمل على انه نطور الاي ار بي الخاص في المحاسبه والماليه بحيث انه يعطيني مرونه في تقديم تقارير ماليه يستفيد منها الموظف والاداره والاداره العليا. انك تلاحظ القائمين على الاعمال لدعم البرامج الشبابيه هم من الشباب نفسهم، هذا اكبر دليل انه التمكين جاي متجذر من داخل المؤسسه للمستفيدين في هالبرامج من الخارج. الشغف اللي صاير المؤسسه تحس انها كانها ورشه عمل وحده، البرامج مع الاداره الماليه القانونيه او الموارد البشريه شغالين بنفس النهج، داخلين بنفس الرؤيه، عارفين البرامج اللي هم يقدمونها، لذلك هذه عطتنا زي ما اقول لك رؤيه واضحه عن نوعيه التقارير اللي احنا ممكن نطلعها وتستفيد منها الادارات كلها.